بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجي وبرنامجكم الجريء على شاشة الصحة والجمال. طبعا كل حلقة بنبدأ عن أعداء الوطن، الخونة اللي قاعدين في الخارج، وطبعا الناس اللي قاعدة في الداخل اللي بتمدهم أو بتوصل لهم معلومات خاطئة. طبعا احنا بنقول في بداية الحلقة مصر في أمن وأمان ليوم الدين، عمر ولا المنافقين ولا اللي قاعدين عاوزين يسقطوها ولا يوقعوها برة هتقع، مصر في رباط ليوم الدين. وطبعا الحلقة الماضية اتكلمنا طبعا عن الناس اللي هي بتقعد تتكلم وخلاص وبتجيب معلومات خاطئة وخلاص، وطبعا الناس دي الكلام وجعها بعد الحلقة مباشرة، عملوا صفحات وهمية مضروبة، لأن هم أصلا يعني دول مش ناس، بيستخبوا ورا الصفحات الوهمية. أنا أعرف الراجل أو الراجل المحترم اللي عاوز ينزل حاجة بينزل حاجة من على صفحته الشخصية، ما يستخباش في صفحات وهمية والكلام دوت. الكلام ده كده ما يصحش. طبعا احنا في دولة قانون، وطبعا الناس بتاخد من بعض الأصدقاء صورها وبتاخد الأسامي بتاعتها من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبتعمل صفحات مضروبة وهمية، وبتقعد تكتب حاجات خاطئة، حاجات ما يصحش. ده اتكرم تنزله، أصلك ده بيتكرم ليه؟ ده اختاره للتكريم، ده عمل ايه عشان يتكرم؟ الكلام دوت مش صح. الناس دي ورا الستار الصفحات الوهمية المضروبة اللي هم عاوزين يوقعوا اي حد ناجح. ويا عمي ياللي بتقعد تعمل صفحات لهاني وارس، احب اقول لك الله الحارس، واتكلم عليا كمان وكمان في الله المستعان. احنا ما بنردش على حد على صفحات مضروبة، احنا بنرد من خلال الشاشات الفضائية ضد المأجورين الارهابيين اللي عاوزين يوقعوا مصر. احنا بنتعامل مع الناس الفسدة اللي هم عاوزين يوقعوا مصر، احنا ضدهم. لكن الصفحات المضروبة دي يعملوا 100 صفحة، يعملوا 1000 صفحة، كل واحد معروف وهو شغله معروف ازاي ومع الدولة ازاي، واللي ضد الدولة ده السجن ان شاء الله مفتوح ليه. فاحنا يعني هنسيبنا بقى من الصفحات الوهمية، وهنسيبنا من الناس اللي عاوزة توقع مصر وعاوزة توقع اي حد ناجح. هنطلع كده يعني لتقرير جميل كده، هنتفرج على اليوم العالمي لأصحاب القدرات الخاصة عندنا في محافظة السويس، يعني جمعية الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة كانوا عاملين يوم جميل قوي أمس الخميس في محافظة السويس في ملعب المستقبل، وعملوا حاجة مشرفة وكرموا بعض الشخصيات، وحضر طبعا شخصيات هامة منهم النواب، وحضر نائب محافظ السويس. فياريت فريق الكنترول يطلع للتقرير نتفرج عليه ونجيب ضيوفنا بالمرة. مصر في أبهى صورة ليحافظوا على تواجدهم المميز في كل الرياضات وأيضا في كل المجالات،
لاستشعار الغناء والانشاد الديني وغيرها من الاعمال التي تثبت ان بالاراده والتحدي وبقلوب من نور تضيء لهم الطريق الصعب. احتفاليه اليوم العالمي لاصحاب القدرات الخاصه بمشاركه شركه ايسل للتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير وبمشاركه ايضا صندوق مكافحه وعلاج الادمان بالسويس وبمشاركه شركه العمال وصاحب الحدث الكبير جمعيه الاراده لذوي القدرات الخاصه. والان مع السلامه الجمهوري. مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم من جديد. النهارده يسعدني على الهواء مباشره. معانا النهارده طبعا بعد ما شفنا التقرير الخارجي من محافظه السويس وتحديدا من على ارض الملعب بالمستقبل، كان يوم جميل وهو اليوم العالمي لاصحاب القدرات الخاصه. شفنا الناس الجميله، الناس المحترمه، الناس الطيبه، فعلا الروح الطيبه اللي كنا معاهم سعداء امبارح. يسعدني على الهواء مباشر النهاردة على يميني الأستاذة إيمان إبراهيم محمد، أحد أعضاء صناع الإرادة. مرحبا بك يا أستاذة إيمان. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعدني طبعا على شمالي الأستاذ محمد سلامة محمود، أحد أعضاء صناع الإرادة. مرحبا بيك حبيبي يا أستاذ إيمان، ربنا يبارك فيك. منورين الدنيا كلها. ربنا يبارك فيك. أستاذة إيمان بقى نبدأ بيكي على يميننا النهاردة، ربنا يجعلنا من أهل اليمين. آمين يا رب. كلميني النهاردة بقى عن دور جمعية
الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة السويس؟ أولاً أنا بشكركم جميعاً وبشكر القناة الصحة والجمال على وجودي معاكم هنا، ومبسوطة أن أنا كنت في وسطكم هنا النهاردة. والجمعية كانت أستاذ أحمد الوحش اتصل بي وقال لي تعالي إيمان، وأنا كنتش هعرف حاجة عنها، راح قال لي لا تعالي بقدراتك وإن إحنا عاوزين برضو إيه نستفيد منك ونستفيد بيكي وكل الأخوة اللي معانا برضو كلهم أخواتك وكده. فأنا انبسطت أوي ورحبت بالموضوع، ففعلا الحمد لله جيت ولقيت الجمعية جميلة وناس كويسين وطيبين جدا، وحاسة إن هم يعني إيه كلنا كادر واحد ومستوى واحد وطيبين جدا، وحبينا إن إحنا إيه نوصل هدفنا للناس والمجتمع، ومحسين برضو حسيت ان انا ايه عاوزين نخلي الهدف بتاعنا مش محدد ليا بس، لا محدد للناس كلها، والناس كلها كل المعوقين ما يعني ايه ما يزعلوش او ما يتضايقوش في حاجه ان ربنا حطها. انتوا مش المعوقين، انتوا الطيبين، الناس الكويسه، الناس الحلوه اللي بتشارك. لا وفي الحمد لله المشاركه المجتمعيه دي مهمه جدا، تمام. وانا كل طبعا ما بروح مشاركه مجتمعيه فعلا بلاقيكم هناك. والله فعلا، واحنا الحمد لله بنوصل هدف للمجتمع ان محدش يقعد في البيت، محدش يبقى منطوي، محدش يبقى في البيت بقى حاجه لا انا اقفل عليهم، لا لا ما ينفعش، لا لا ممنوع الحتة دي اطلاقا يعني، ولازم نوصل صوتنا لجميع المعوقين او ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. تمام، ان هم ناس كويسه والناس كلها المجتمع بيستفيد منه، مش حاجه ان هي تقعد وحاجه ان احنا اي عاوزين لا مكسورين او ما مش، لا احنا الحمد لله ربنا حط فينا القدره والثقه والهدف. وانا الحمد لله عاوز اقول لحضرتك ان انا من صغري بحب ان انا ايه ابقى ليا هدف وليا قدره وليا مثلا قدرات تانية كده ابقى احسن من ايه من الانسان العادي. في ايه بقى؟ ان انا الحمد لله درست وخلصت دراستي الكليه، والحمد لله بابا الله يرحمه علمني تعليم عالي، والحمد لله برضو اشتغلت في وظيفه كويسه جدا، والناس كلها كل ما اي حد بيرحب بيا ويقول لا ما شاء الله ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي اعاقه، والحمد لله زي اي انسان عادي. ربنا يبارك فيك. الله يبارك. استاذ محمد سلامه، مرحب بيك في برنامج الجريء وشاشه الصحه والجمال. حبيبي كلمني بقى عن اليوم العالمي امس الخميس بملعب المستقبل في محافظه السويس، كان في فريق طبعا جاي من القاهره منتخب مصر اكسار منتخب مصر ولعبوا كره قدم، وكان في كاس وميداليات. كلمني على اليوم دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي، وقناه زي الصحه والجمال طبعا غنيه عن التعريف. امبارح اليوم يوم العالمي للاعاقه، طبعا كانت احتفاليه جميله حضرها نخبه من كوادر السويس، وعلى راسهم طبعا نائب سياده المحافظ الدكتور عبد الله. نعم. وطبعا اعضاء مجلس الشعب بتوع السويس، طبعا احنا طبعا اتشرفنا بيهم طبعا، وبحضرتك طبعا يا استاذ هاني طبعا غطيت الحفله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. هدفنا ان احنا كنا بنقول ان احنا موجودين. نعم. احنا على الارض، احنا لينا وجود. منتخب مصر كسر القمه طبعا، شرفونا وجم امبارح وعملوا مباراه زي استعراضيه كده عشان برضو يقولوا ان احنا موجودين وعلى الارض، وما شاء الله مشرفينا. لسه راجعين من المغرب وكسبانين المغرب هناك 1-0 ما شاء الله عليهم يعني. برضو كان الحفل فيه برضو بعض الحاجات الفنيه برضو من الجمعيه، جمعيه الاراده هي برضو اللي منظمه اليوم والحفله. نعم. تمام. فطبعا احنا دي يا فندم رساله احنا بنوصلها، رساله ان بنقول احنا موجودين، احنا نقدر، احنا الحمد لله على الارض. طبعا انا بشكر، طبعا بستغل الفرصه دي ان انا اشكر اخويا وحبيبي طبعا وصديق، واخويا صديق دراسه وصديق شغل ومهنه وكل حاجه، استاذ احمد الوحش طبعا رئيس مجلس اداره الجمعيه. طبعا هو رفيق في كل حاجه، هو الدعم، هو القوه يعني. استاذ احمد بصراحه باور ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه يا رب. بيتحرك، احنا عايزين نعمل حاجه، احنا عايزين يكون موجود، احنا عايزين نكون موجودين في الشارع. مبادرة واحد مننا
هو يعني احنا جنب اي فرد من الناس، هتلاقيني في الشارع، هتلاقيني في العمل مع حضرتك، هتلاقيني في الشغل، هتلاقيني في البيت، هتلاقيني في النادي، هتلاقيني في اي مكان. احنا يا فندم نقول ايه للناس اللي قاعده على التواصل الاجتماعي فيسبوك الهدامه اللي بتهد اي عمل ناجح؟ والله يا استاذ هاني، هو التواصل الاجتماعي زي ما ليه طبعا ايجابيات ليه سلبيات كتيره جدا، تمام، بس طبعا احنا بنحاول نستغله بالحاجه الايجابيه فيه طبعا. ان احنا بنحاول نتواصل مع بعض، بنحاول ننشر العمل بتاعنا والمجهود بتاعنا ونشاط الجمعيه ونشاطنا احنا على الارض في اي مجال، بنقول احنا موجودين، بنحاول نقول للناس ان احنا موجودين على الارض. نعم. مش هايبين، مش مكسوفين، مش ليه يا عم تتكسف؟ لا يا حبيبي، ربنا يبارك فيك، الناس على ربنا يبارك فيك، ربنا يعني يبارك في حضرتك، واطيب ناس زي ما قالت استاذه امان. احنا كلنا ما شاء الله تعليم عالي، انا خريج، انا محاسب بشركه امان بترول، خريج كليه تجاره برضو زي استاذه امان، فاحنا الحمد لله يعني تعبنا، احنا دفعه واحده، خلي بالك، دفعه واحده الحمد لله رب العالمين. فاحنا الحمد لله يعني برضو زي ما بقول لحضرتك، احنا يعني ميزه فينا حته الاراده، زي ما هي اسمها جمعيه الاراده، هي دي سمه موجوده فينا. نعم. حته الاراده والتحدي والقوه، اراده والعزيمه والتحدي طبعا والتحدي طبعا طبعا. نعم. نعم. عشان تبقى موجود وعشان تبقى مشارك، ومش مشارك بس، ومشارك بقوه، وتقول انا موجود، ويعني بساعات بتضغى او بتبذل مجهود مضاعف عشان تقول ان انا موجود وتبين نفسك وتبقى ظاهر. نعم. فاحنا امبارح احنا بنشكر طبعا كل القائمين على اليوم امبارح، كان يوم جميل، ونشكر كل الناس اللي شرفونا من كل القيادات طبعا، المحافظه قايمه بدور كويس برضو، اعضاء مجلس الشعب، بس نفسنا برضو يبقى ليهم دور معانا اقوى شويه يعني في الموضوع دوت. ايه اللي نفسك فيه؟ طب نقوله على الهوا. والله استاذ هاني، يعني بص حضرتك، احنا بدانا يعني بجهود ذاتيه. نعم. الجمعيه، وبدانا يعني يعني انا زي ما بقول لحضرتك جهود ذاتيه، احنا عندنا مكان صغير قد كده فيه اللي هو مكان الجمعيه، نفسنا المكان يكبر شويه يقدر يساعدنا. احنا بنيجي نتجمع كلنا ما بنعرفش نقعد في الجمعيه. المخرج الجميل محمد سمير يعني بيمسي عليكم على الهوا حبيبي حبيبي، وبيقول لكم بصوا على اهو الشاشه امامكم اهو. ربنا يبارك، حتى الشاشه مقسومه حضرتك. وطبعا وانت بتتكلم يعني حبيبي حبيبي حبيبي. فطبعا احنا بس نفسنا المكان يبقى اكبر شويه يا استاذ هاني. يعني احنا بنناشد طبعا سياده المحافظ طبعا عبد المجيد صقر، طبعا ده اب، ومن ساعه ما جه السويس في طفره مهوله بكل الناس، هو فعلا صقر السويس زي ما بيقولوا يعني عليه. نعم. فعلا فعلا يعني. فحضرتك طبعا احنا بنناشده من هنا او بنناشد اي حد ان بس المكان بتاعنا يبقى اكبر شويه، نفسنا في مكان يبقى موجود، حتى لو حته ارض واحنا نبنيها يا فندم، او مكان يبقى متواجد واحنا نقدر نمارس فيه نشاطنا، بس يقدر يسعنا مش اكتر من كده. تمام حبيبي. وزي معايا الاستاذ محمد من السويس، مداخله هاتفيه. مرحبا بك يا استاذ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ هاني؟ الله يخليك يا استاذ محمد، اتفضل. منور انت والبرنامج بتاع حضرتك يا فندم. الله يعزك، الله يخليك، اتفضل. انت والضيف اللي مع حضرتك. حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضل اتفضل. الله يعزك، اتفضل. والله هو موضوع ذو الاعاقات الخاصه ده موضوع جميل جدا، ويعني مشكوره القناه اللي هي بتعرض المواضيع الهامه والهدافه دي حضرتك. ربنا يكرمك. واحنا طبعا بنشكرك على برنامجك الجريء. الله يعزك. وبنشكرك على المواضيع الهدافه لبناء المجتمع، وبنشكر ضيفك الجليل، واتمنى لكم يعني التوفيق والنجاح والاستمرار وابداع الراي لحضرتك يا فندم. تشكر يا استاذ محمد، تسلم، شكرا. استاذ امان كلميني. اتفضل. اتفضلي كلميني على الجمعيه. ما زي ما قلت لحضرتك بقى، الجمعيه جمعيه بناءه ان شاء الله هتكون فيها كل خير، وهتكون زي ما استاذ محمد قال عاوزين مكان اوسع عشان نبين برضو ونشوف حته الجزء اللي هيبقى اكبر من كده، وهيسع ناس كتير، وهيسع ان شاء الله من ذو الاحتياجات الخاصه كميه اكبر وكده، فعاوزين ان شاء الله. انت عندكم الجمعيه صغيره ما تعرفيش كم عددها؟ تقريبا اعضاء تعرف يا استاذ محمد؟ فوق ال 100 يا فندم، فوق ال 100. فوق ال 100. الجمعيه طبعا شقه صغيره كده، احنا بنتجمع فوق ال 20 واحد، ما بنعرفش نقول لكم حاجات جميله حتى في الشقه دي بقى على خلال التواصل الاجتماعي. مساكتين يا فندم، احنا يعني اميه ومش عارف يا فندم إيه كل ده جوه الجمعيه نشاطات يا فندم. هم 100 او فوق ال 100 زي ما بيقول استاذ محمد، تعملوا محو اميه والكلام دوت هنا. في نشاط الجمعيه، في نشاط الجمعيه ما شاء الله كتير يعني، وعاوزينها يكبر اكتر لما نشوف ان شاء الله مكان اكبر، وهتشوفوا احنا برضو هنعمل حاجات جمعيه ذوي الاحتياجات الخاصه ديت، جمعيه الاراده هتبقى ان شاء الله تبقى مستوى عالي. ناشد السيد المحافظ اللي هو عبد المجيد صقر بايه؟
اقول له السويس. اقول له انا برحب بحضرته طبعا، وبقول ان شاء الله اتمنى ان هو يجيب لنا مكان اوسع واكبر من كده، عشان برضو انا وغيري ومن اخواتي عاوزين نبقى ايه، نعرف ندخل نعرف نخرج. انا مش عاوز اقول لحضرتك ان الكرسي كمان بتاعي عشان ايه اعرف ادخل فيه وكده في المكان، واتمنى ان هو بقى ايه يسمعنا وكده ويجيب لنا مكان ان شاء الله يجي لكم وهيشوف احسن احسن مجالات وحاجات هتبقى مننا ان شاء الله. عاوز تضيفي اي حاجه؟ ميرسي ذوق استاذ محمد تناشد السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بايه؟ طبعا انا بحييه طبعا كمواطن سويسي، بحييه تحيه خاصه على المجهود الكبير الرائع اللي عامله في محافظه السويس. فعلا من ساعه ما سياده اللواء مسك محافظه السويس، السويس اتغيرت يا فندم يعني 180 درجه في كل حاجه. حضرتك انا ساكن في مدن، في مدينه من مدن الاسكان الاجتماعي الجديده، حضرتك بالنسبه للنظافه، بالنسبه للاناره، بالنسبه للاسفلت، للطرق، لا في طفره غير مسبوقه في السويس على ايد اللي هو طبعا عبد المجيد صقر. انا بحييه من هنا تحيه كبيره جدا، هو طبعا والنائب الدكتور عبد الله رمضان طبعا بحييهم تحيه خاصه من مواطن سويسي قبل ما اكون عاوز فرد اي حاجه. انا بقول له قبل ما نجيب الوحش طبعا الوحش طبعا الوحش ده هو وحش فعلا، هو وحش كباور وكقوه وك يعني اسم على مسمى فعلا ربنا يبارك فيه. بس انا بقول له يا سياده اللواء طبعا انت، احنا كنا في زياره ليه قبل كده وكنا بنهنيه طبعا بالعيد وكده، فاحنا بس عايزين بس يعني مكان اكبر زي ما قال الاستاذ امان. يمكن استاذ امان ما بتقدرش تخش الجمعيه، ساعات بنعمل الاحتفاليه بره او كده عشان امام ما بتقدرش تخش المكان بتاع الجمعيه، فاحنا يعني بنناشوا بس مكان يكون للجمعيه اكبر او احسن او يكون ممهد لينا بس يا فندم. رسالتك هتوصل ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا استاذ هاني. اي اضافه؟ لا احنا بنشكركم كتير قوي والله، هم مبسوطين جدا من حضراتكم. يا ريت فريق كنترول يطلعني التقرير خارجي ونطلع بقى نجيب صاحب الجمعيه الوحش. الوحش. اهلا بيكم كل الساده الكرام الحضور بامر باشمهندس. النهارده احنا شايفين يوم جميل، يوم عظيم، يوم على طبيعته، مش هنقول بقى تنظيم ولا حاجه، هو اليوم كله بيكمل بعض، لان الاحتياجات الخاصه ده واجب علينا اللي احنا نحضرها بدون اي حاجه. كلمنا النهارده اليوم ده. اولا بس انا سعيد جدا ان انا وسط اخواتي وحبايبي وهم اولادنا واخواتنا وزيهم زينا ومفيش فرق بينهم. احنا عايزين نوصل رساله بس للناس وللسادة المشاهدين، احنا اخوات، مفيش فرق بيننا، مفيش لا فرق العربيه على عربيه الا بالتقوى. احنا كلنا اخوات، كلنا بنكمل بعض، احنا المفروض ان احنا ظهر وسند ليهم، احنا اللي نقويهم واحنا اللي نبقى فخورين بيهم، مش هم اللي يبقوا فخورين بينا. اهلا وسهلا بيك ومساء الخير عليك وعلى مشاهدينك وعلى جمهورنا وعلى شعب السويس جميعا. وانا سعيد جدا بتواجدي مع اولادي واخواتي ذوي الاحتياجات الخاصه في اليوم وتكريمهم في اليوم العالمي بتاعهم، وده يوم جميل وحلو، وانا سعيد جدا ان انا جنبهم ومعاهم وبشوف فيهم حاجات حلوه 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 حلوه، ودايما وانا ادعو لهم بالتوفيق دائما وابدا يعني ان شاء الله باذن الله. في غايه السعاده لوجودي النهارده في التجمع الجميل ده، وبحب احيي صاحب الفكره الرئيسي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي في الوقت اللي احنا فيه ده فتح طاقه جميله جدا لزملائنا واخواتنا. مش بحب اقول ان هم المعاقين، انا بحب اقول ان هم ذوي افاضات الخاصه. بحقيقه ان هم يعني رغم الظروف اللي هم فيها تحدوا الاعاقه، بنشوف منهم ابطال، شفنا النهارده منهم فنانين، شفنا منهم النهارده ناس شعراء. احب احيي زميلي في شركه انابيب بترول احمد الوحش ومحمد سلامه اصحاب الفكره اللي انا متابع معاهم من بدري المجهود بتاعهم. والحقيقه قال لي النهارده تعالى هتشوف حاجات هتعجبك وهتتفاجئ بيها. انا الحقيقه مبهور باللي انا شايفه قدامي، مجهود ما تقولش عليه، لان الناس دي بتشتغل في صمت، بتصرف من جيبها، الدوله بتدعمهم جدا جدا السنه دي، وان شاء الله ان شاء الله في المستقبل هيكون في دعم كبير جدا من كل الشركات والمؤسسات الحكوميه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء صقر محافظ السويس اللي واقف معاهم. والحقيقه يعني شايف ان هم مجهودهم يستحق ان احنا ندعمهم ونقف معاهم باذن الله. الحقيقه يمكن جمعيه الاراده الحقيقه في السويس نشاطها عظيم، نشاطها ملحوظ، وخصوصا مع اصحاب القدرات الخاصه. الحقيقه النهارده الاحتفال باليوم العالمي لاصحاب القدرات الخاصه يوم جميل، كل القيادات النهارده حاضره، جميع شعب السويس الحقيقه، حتى سياده المحافظ بنفسه الحقيقه انا بالسيد النائب عشان ينقي مكانه، فده كله طبعا يعني ده بيدي ايحاء على ان محافظه السويس
مع اصحاب القدرات الخاصه وبتساعدهم وتقف معاهم، لان هم دول صدقني يعني دول بسم الله ما شاء الله عليهم هم اللي حيبنوا مصر ان شاء الله. ديك اب بالظبط، حاجه على الطبيعه وجميله، يعني انت تبقى مبسوط وانت قاعد فيها، فيستاهلوا مننا كل الدعم الدعم والوقفه بمجرد حتى ان احنا نيجي يعني. اشكرك. انا لا اشكرك. هناخد من والله اهلا وسهلا بيكم، وانا سعيده فعلا بوجودي في المكان دون، ومكان مميز ومكان فعلا جميل، والاراده اللي انا شايفاها والعزيمه اللي في وجودهم اقوى كمان من العقل اللي انا شايفاها. بالامانه انا حاسه ان هم يعني عايشين عيشه جميله، عيشه متماسكه، شايفاهم بيحبوا بعض، شايفاهم بيتعاملوا عادي، ما فيش اي حاجه بالنسبه لهم، وروحهم جميله جدا. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. طبعا شفنا اليوم العالمي لأصحاب القدرات الخاصة من ملعب المستقبل بمحافظة السويس. سمعنا تقرير خارجية مع أحد النواب، مع رئيسة حي فيصل، مع يعني الراعي الرسمي طبعا للاحتفال، شركة أيسل للتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير مهندس شريف عيسى، احنا بنشكره من خلال برضو البرنامج. معانا على الهواء مباشر رئيس جمعية الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ أحمد الوحش. مرحب بيك. مرحب بيك، ازيك؟ ازي حضرتك يا مين؟ الله يعزك. معايا طبعا الأستاذ عبد الرحمن مصطفى أحد أعضاء صناع الإرادة. مرحب بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحب بيك. ربنا يخليك. خلينا على يميني رئيس الجمعية الوحش، طبعا كله مستنيه. كلمني بقى بعد كلام الأستاذة إيمان والأستاذ محمد سلامة، كلمني على اليوم الجميل وهو اليوم العالمي، وشفنا أصحاب القدرات الخاصة الناس الطيبة الجميلة اللي فرحت طبعا امبارح شعب السويس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين بنشكر حضرتك يعني لتاني مرة وإن شاء الله باستمرار على هذه الاستضافة الجميلة. محمد سلامة وإيمان أحد الرموز من صناع الإرادة، في منهم كتير قوي بيحلموا، كلنا متماسكين، كلنا إيد واحدة، هم أصحاب الفرح مش أنا ولا أستاذ عبد الرحمن، هم القلوب البيضة، هم القلوب الجميلة، نفسهم يعملوا حاجة لبلدهم. اليوم امبارح كان منتهى. قاطعك. اتفضل. ثانية، معايا على الهواء مباشر المهندس شريف عيسى، رئيس شركة أيسل للتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير. مرحب بيك يا باشمهندس. مرحب بيك وكل السادة الحضور الكرام اللي بصراحة مشرفينا كلنا ونفتخر ونزداد شرفا بيهم. ان هم اخواتنا وحبايبنا يعني ان شاء الله، استاذ احمد وحش واستاذ عبد الرحمن والاعلام الكبير طبعا الاستاذ هاني وارد. الله يعزك يا استاذ شريف. استاذ شريف، انت كنت امبارح في اليوم العالمي لاصحاب القدرات الخاصه، مش هنقول راعي، احنا هنقول صاحب مكان، كلمني على اليوم ده. بصراحه كان من احسن الايام اللي الواحد بصراحه مر بيها في حياته وشافها في حياته، حاجه بصراحه تشرف، حاجه نفتخر ونزداد شرفا وفخرا بها. الأستاذ أحمد الوحش وكل الأصدقاء المحترمين اللي كانوا موجودين معانا، أبطال العالم كلهم، مش عايز أقول أسامي عشان خاطر ما أنساش منهم حد، بس بصراحة كان واحد فخور جدا امبارح إن هو في وسط إخواته وحبايبه، وحاجة تشرف مصر كلها بصراحة. أشكرك وبالتوفيق ومزيد من النجاح أستاذ شريف. أشكرك. أشكرك جدا، أشكرك جدا أستاذ. اتفضل أستاذ. طبعا في البداية بشكر المهندس شريف عيسى، أخ وصديق عزيز، كان بيتعامل معنا بحب، كان بيتعامل معنا بعطاء، قلبه أبيض، بالعربي كده ابن بلد جدع، فأنا فعلا بشكره على الهواء من خلال البرنامج المحترم بتاعك. البرنامج امبارح اليوم كان جميل جدا جدا جدا، كان حلمنا كجمعية إرادة أو صناع إرادة اللي احنا نقول احنا هو كان اليوم العالمي لأصحاب القدرات الخاصة، قعدنا وفكرنا يكون اليوم العالمي للسويس. نعم. بنعشق تراب هذه البلد، نحتفل نسعد كل اهالي السويس، كل الناس المشاركه، ايدينا كانت ممدوده للجميع، كل الناس شاركت، كل الجمعيات المحترمه زي ما حضرتك والتقرير بتاعك الجميل، كل القيادات الشعبيه واعضاء مجلس الشعب، وحبيب قلبي الدكتور عبد الله رمضان طبعا نيابه عن المحافظ، ما كانش موجود بس بعت لنا برقيه جميله، قيادات الجيش، انا بشكر طبعا قيادة الجيش المحترمة اللي دعمتنا، لولا الظروف ولولا طبعا المشاغل والضغط اللي عليهم كانوا ان شاء الله وعدونا ان هم يكونوا متواجدين معانا. بشكر الجهات الامنية اللي هم مردوش يزعلونا،
احتفلوا نعم. معانا نعم. يعني عليهم ضغوط رهيبه جدا جدا جدا، بس يعني ما رضوش يزعلونا، احنا اولادهم، تعالوا يا شباب ماشي. فاحنا زي ما بيقولوا كده كان يوم جميل جدا. بدانا ببعض الفقرات، شاركنا جمعيه الصفاء، جمعيه المهندس السيد الشربيني بفقرات جميله جدا، شاركنا الشباب والرياضه، شاركنا بعض الاعمال الفرديه، والمفاجاه الخطيره طبعا منتخب مصر لقصار القامه اللي السويس كلها فرحت بيه امبارح. يعني كان لقاء فعلا غايه في الاثاره والتغطية الجميلة طبعا من حضرتك طبعا، والمعد الجميل بتاع حضرتك، الله يعزك. فبشكركم كلكم طبعا يا ريس. ارجع لك تاني، اتفضل استاذ عبد الرحمن مصطفى. كلمني على اليوم بقى العالمي امبارح كان والله. في ملعب المستقبل، وده طبعا هناك ملعبك. والله شكر لكل اللي ساهم وحضر، وبنشكر ابطال السويس اللي هم موجودين، ويمكن رسالة للكل ان احنا السويس فيها ابطال وفيها رموز طيبة، فيها عناصر كويسة من أصحاب القدرات وأصحاب الإرادة، وده كانت رسالة حب ووفاء إن إحنا موجودين. نعم. في ولازم نعمل للي جاي أكتر إن شاء الله، ولازم نشتغل. عندنا عناصر كتيرة ما حدش يسمع عنها وما حدش يعرفها ظهرت. عندنا بطلة رحمة. نعم. كاراتيه وإعاقة بصرية، حد جميل قوي. كل العناصر الطيبة، كل المجموعة اللي كانت حاضرة، كل المشاركين، منتخب مصر، مفيش حد، عشان ما ننساش حد صراحة. يعني الحمد لله هي رسالة حب ووفاء ليهم، لأصحاب القدرات، ومن أصحاب القدرات لكل السويس وشعب السويس، احنا موجودين واحنا بنشتغل اللي جاي افضل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كان في استغاثة كده من الأستاذة إيمان والأستاذ محمد للسيد محافظ السويس، كان عند حضرتك جمعية طبعا صغيرة، بيقولوا شقة طبعا، انتوا عاوزين مكان أوسع. كلمني عدد أعضاء الجمعية قد إيه، وإيه المكان اللي انت عاوزه، وناشد السيد المحافظ على الهواء. بص يا فندم، أولا أنا بشكر سيادة المحافظ. أولا إحنا لما بدأنا الحلم، إحنا طبعا دولة مؤسسات. نعم. دولة مؤسسات محترمة، لازم يبقى لينا كيان. إحنا زي ما قلنا قبل كده، إحنا شوية شباب محترم رياضيين، لازم يبقى لينا مكان. فكرنا إن إحنا بالجهود الخاصة الذاتية نكون هذا المكان. دورنا على شقة يعني بالإيجار عشان يبقى لينا مكان نقدر يعني نستضيف، أو قناة شرعية زي ما بيقولوا. ولكن إحنا عندنا أكتر يعني من 100 فرد دلوقتي، وفي الأعضاء في تزايد كل مرة تزايد. أنا النهاردة بقدم رسالة، بقدم لأهل المنطقة. الحمد لله رب العالمين، اهل المنطقه يعني لو حضراتكم تروحوا تسالوا هناك، احنا بنعامل الناس كلها كجزء احنا من كيان او هذا الشعب المحترم. احنا كان نفسنا التجمع، عارف لما حضرتك بنكون عاملين تجمع بنتقابل بره في احد مراكز الشباب، في احد النوادي، في احد الاماكن ده كلها، لان احنا لازم كله. النهارده امبارح ملعب المستقبل، اللي بشكر شباب المستقبل المحترم طبعا. نعم. وشباب فيصل اللي استضافنا قبل كده في احد المراكز، بكره في النقابات. فحلمنا وزي اي حلم حد ان احنا يبقى لينا مكان، وناس كتير قوي وعدتنا وقالوا لنا ان شاء الله باذن الله جنبكم. بس انا بقولها، اذا كان الاوضه بتاعتنا او الشقه بتاعتنا شبر في شبر، فاحنا رسالتنا اقوى واقوى، وان شاء الله باذن الله كلنا ايد واحده عشان نخدم تراب هذه البلد. محافظة السويس عاملة ايه الايام اللي فاتت؟ قولي. والله انت المحافظة كلها ما شاء الله جميلة، وبتتطور وبتظهر كل يوم عن التاني، وفي شغل وشكر ومجهود. نعم. لكل القيادات اللي موجودة حاليا، وبنشكرهم جميعا على تحويل وتغيير المنظر الجمالي لمحافظة السويس، وبرضو اللي احنا شايفينه فعلي، يعني شغل ملموس وحقيقي، مش بنجامل حد، لكن بندي ان شاء الله كل واحد حقه، بل اقل من حقه، على التطوير اللي حصل عندنا. وبرضو في شباب كتير بادئ النهاردة بيتطور، وبادئ بيساهم، وبادئ بيشترك، وبادئ بيثبت وجوده للأفضل، وتحويل الصورة اللي هي كانت مأخوذة عننا في الفترة اللي فاتت. لأن إحنا غير كده، إحنا أصحاب البلد، أو إحنا السويس عامة معروف عنهم العزيمة والإرادة، وإحنا بنقول الحمد لله إحنا هو موجودين من داخل أصحاب الإرادة، وإحنا كشعب بنتكاتف مع هم أخواتنا، وكل بيت كل أخ لنا موجودين، إحنا كلنا أسرة واحدة، جمعية إرادة كلنا أسرة واحدة.
وبيدعمنا شباب السويس كلهم عامه الحمد لله في الصوره اللي اتغيرت في الفتره دي. وانا على الهواء بقى اناشد برضو يعني دور الجمعيات الاهليه، ما هي جمعيه مثلا زي الاراده لذوق الاحتياجات الخاصه وبتطلع بالمجهود ده كله، ناس كويسه وناس طيبه، احنا عاوزين باقي الجمعيات. يعني احنا عندنا جمعيات كتيره في محافظه السويس، انا عاوز اعرف ايه دورهم. يعني دلوقتي الجمعيات مفتوحه دار مناسبات ومفتوحه مش عارف، لا الجمعيات مش كده، ده لو كل جمعيه جابت كل واحد في منطقته ونزلت المنطقه حتى لو فيها من زباله ولا ولا ولا، هيبقى هو متابع عن المنطقه ينظف الدنيا دي كلها. والله غياب دور ناس كتيره في المجتمع لابد ان هي تتحول وتتغير، وزي ما احنا شايفين ان في صوره بتترسم، لازم نشارك ونسابق ونستعد كمان للي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. ولو كل زي ما حضرتك بتقول، لو كل جمعيه النهارده مش هنقول راعت حد، لا هي تساعد على انشاء الفكره وظهور الشخص نفسه. طب. سواء احتياجاته ومطالبه تقدر تيسر له، تقدر تعمل دعم جديد معنوي وفكري للمجتمع، ولازم الصوره تتغير. لازم ان احنا كبناء البلد نفسها نشارك للافضل ان شاء الله. ان شاء الله. عدد الجمعيه بقى عند حضرتك بقى. بص يا ريس، هو عدد الجمعيه عشان نتكلم بمنتهى الصدق، واشكر الكل عشان ما حدش يزعل على الهوا. بشكر الكل، انا بقول بشكر الكل على الهوا. اولا اسعد بحضرتك والله. ايوه بشكر الناس كلها. اولا بشكر في البدايه السوس امبارح كان كلها عايزه تشارك. لا فعلا تمام، السوس كلها كانت عايزه تشارك، وفي ناس بقول لكم على الهوا من غير ذكر اسمها زعلت مننا الايماج، بس والله كان بالوقت والقيادات والكلام ده كله والجهات، واحنا ما كناش عايزين نضغط على الجهات الامنيه، لان الناس ادوا معانا دور جامد قوي وناس محترمه جدا وناس ما رضوش يزعلونا، وكان في يعني الظروف والدنيا والكلام ده كله، فكلنا فرحنا. واحنا كان حلمنا اليوم العالمي لاصحاب القدرات الخاصه كان اللي يشاركوا معانا اصحاب القدرات الخاصه نفسهم. تمام. فاحنا جمعنا كل الجمعيات وكل اللي مسؤول عن الملف ده. تمام. بالنسبه لاعضاء الجمعيه انا بقول لك النهارده على الورق الرسمي مثلا 100، والله 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 عندي ورق قد كده، انا بالعربي كده مش عارف اقعد الناس فين، فبكلمك احنا بنحاول بقدر معايا ما الاستاذ ماهر مكالمه هاتفيه امين صندوق الجمعيه. مرحب بيك يا استاذ ماهر. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا استاذ ماهر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل معاك اهو سامع. اولا انا برحب باعضاء الجمعيه استاذ احمد تمام واستاذ محمد سلامه واستاذ ايمان تمام. تمام. وبحب اشكرهم طبعا على المجهود اللي هم بيبذلوه. تمام. واحب اشكر اعضاء الجمعيه ككل تمام، والجمعيه بصراحه من ساعه ما بدات بقى يعني الحمد لله بادئين بدايه قويه تمام، وهدفها خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه في المرتبه الاولى تمام، وثانيا كافه الناس عامه سواء احتياجات خاصه او اسوياء تمام. تمام. بس يعني حضرتك انا يعني دي خدمه يعني جمعيه خدمه اجتماعيه، وبشكرهم كلهم طبعا جميعا على المجهود اللي هم بيعملوه. شرفت يا استاذ ماهر. شرفت. يلا شرفت فينا. اتفضل. بشكر طبعا ماهر حبيبي وبشكر بقيه الاعضاء، مش عايز برضه اذكر اسامي عشان ما انساش حد عشان هم كتير. فزي ما قلت حضرتك احنا رسالتنا الحمد لله يوم عن يوم الاعضاء بتزيد، يوم عن يوم بنحاول نفرح القلوب حتى بالمجهودات الذاتيه الخاصه. النهارده الحمد لله رب العالمين، اسال علينا انزل علينا، احنا الحمد لله بقولها قدام السويس كلهم، احنا مش محتاجين مناصب، احنا مش هنخش اي حاجه سياسيه، معلنا قدام الناس كلها. انا مش نازل، انت يا بابا مش نازل انتخابات مش نازل ولا نازل اي حاجه خلاص، ولا اعضاء مجلس الشعب. تمام. انا موجود هنا لخدمه البلد، لخدمه بلد. البلد عندي رساله، مش كل صاحب منصب بيخدم البلد، مش كل اللي بيخدم صاحب منصب. نعم ده. فاحنا بعلينا قدام، وده حاجه حصريه لان ناس كتير قوي بتفكر الكرسي مش قاعد. الكرسي مش قاعد. كرسي انا في يوم من الايام انا ماشي، انا بكمل رساله طبعا عشان الناس تكمل. انا دخلت الحمد لله رب العالمين وحضرتك عارفني، احنا ناس مجموعه من المحاسبين فكرنا قررنا قلنا عايزين نعمل حاجه لبلد. ناس كتير قوي اتكلمت عن ذوي الاحتياجات الخاصه وهي مش حاجه ذوي الاحتياجات الخاصه او ما بتفكرش ذوي الاحتياجات الخاصه، وفي ناس النهارده بتقدم ذوي احتياجات خاصه. يعني امبارح مكتب ذوي قدرات خاصه استاذ دعاء عاطف صاحبه مجهود محترم، المهندسه سيده الشربيني جمعيه الصفاء صاحبه مجهود مشترك جت شاركت معانا،
ان منتخب مصر كسر قامة، جه من مصر مخصوص عشان عارف رسالتنا وعارف وضوحنا. فاحنا النهاردة بنحب البلد دي. نعم. لازم نحب البلد دي. لو كل واحد فكر يقدم ايه لو حاجة صغيرة، كلنا هنتقابل في نقطة واحدة نقدر نوصل. طب عاوزك على الهوا كده تقول بقى للناس اللي قاعدة مستخبية ورا الصفحات الوهمية، الصفحات المأجورة اللي هي كل ما حد بيبقى ناجح تهده، تقول لهم ايه؟ بص يا ريس، اتفضل. عايز اقول لحضرتك حاجة، الوضوح مفيش احسن منه. الوضوح، نعم، مفيش احسن منه. انا زعلان مع استاذ هاني، احمد الوحش هيطلع يقول له استاذ هاني، استاذ هاني زعلان مع احمد الوحش هيطلع يقول له كده. صحفاته يعني صفحاته عامله، انت ليه خايف من ايه؟ مش انا غلطان يعني؟ انا مثلا لا قدر الله انا بعمل حاجه غلط، اطلع قول لي انت بتعمل حاجه غلط. نعم. انت ليه بتستخبى؟ ليه بتقول لي انت صاحب قرار؟ انت خايف من مين؟ انا مش خايف من حد. انا النهارده الحمد لله رب العالمين سمعتنا وسط المجتمع الحمد لله رب العالمين، احنا بنحب الناس كلها، علاقتنا بالناس كلها ليها حدود، ليها احترام، ما بنغلطش في حد ولا احنا ولا هم بيغلطوا فينا، احنا واضحين، احنا زي اللي طب هنسيبنا من السراب اللي هي الصفحات الوهميه دي الماجوره، خلاص احنا مش هنتكلم فيها تاني. خلاص. ده ملف على الهواء اهو، احنا قفلناه ومش هنفتحه تاني. ملف الصفحات الوهميه ده ملف مقفول على الهواء خلاص من برنامج الجريء. احنا بنقدم لك هديه حلوه كده من البرنامج، وطبعا احنا يعني جايين الهديه اللي احنا مقدمينها جايين من محافظه السويس ل 6 اكتوبر مدينه الانتاج عشان نعمل لك الحلقه دي. ربنا يخليك، اخبرك دي هديه. ربنا يخليك، طبعا انا عارف ازاي. وطبعا الاستاذ عبد الرحمن دوره دور كبير، انا يعني بشوفه طبعا انا مش هينفع ان انا اشكر فيه، لان شهادتي دي مجروحه، اخ وصديق. بشوفه بيقف بجانب الجمعيه. عبد الرحمن مصطفى احنا بنتخانق مع بعض على طول عشان بنطلع، بقول له الراجل ده بيقف جنبي، ما تقولش كده يا ابني، ما تقولش كده، لان الناس برضو لا والله احنا يعني الناس ولاد الحلال. اتفضل اتفضل. رسالتنا اقوى من كده ان شاء الله، ان احنا برضو من نقطه الانطلاق والبدايه تاسيس الجمعيه، او ان احنا كان الهدف مش بنخدم مجموعه او بس، لا احنا عندنا ابطال في السويس، عندنا فكر جديد ان شاء الله، عندنا عناصر طيبه بتشتغل وبتحب بلدها، فهي دي نقطه التجمع، ولا هي عمليه رعايه ولا ده، احنا نعم. كل الهدف ان شاء الله مش رعايه ولا حاجه، كله بيكمل بعض من احنا موجودين للافضل يعني. وبرضو زي ما حضرتك بتقول الصفحات الوهميه، احنا يعني اعلم ان لم يكن لك اعداء، طبعا اعلم انك فاشل النهارده، بس انا بتكلم ان انا مشغلش بالي طبعا، طول ما انا ماشي بمرضي الله ومحدد هدف وعندي امل وطموح فبشتغل عليه. ايه هو اللي انت بتفكر فيه؟ لازم تثبته فعلي على الارض. مظبوط. ولازم تقدر تحدد هدفك عشان تاخد طريق النجاح ليه ان شاء الله، ان شاء الله، وبتسعى عليه. وهو ده اللي بيشغلنا، ما بيشغلناش سواء هيحارب او يقول او ما بيشغلش حد ان شاء طبعًا الله. طبعا طبعا. واخر كلامنا ان شاء الله اتفضل. طبعا انا لما ذكرت جمعيتين، جمعيه الصفاء او مكتب، في جمعيات تانية كانت عايزه تشارك معانا، كلهم محترمين وكلهم طبعا بيحبونا واحنا بنحبهم. إيه الكلمة الأولى والأخيرة؟ إحنا بنحب البلد دي، البلد دي إيه بتاعتنا، البلد دي إحنا اللي نحميها. ناس كتير قوي بتضحي، قول ورايا كده، السويس بلد الصمود، بلد الكفاح، بلد الأبطال، بلد الرجالة، بلد الصمود، بلد الأبطال، بلد البترول، بلد المواني، بلد بتصرف على محافظات. وأنا خلي بالك بشكرك على الهواء مباشر، وبشكر استاذ عبد الرحمن، وطبعا بشكر المهندس شريف عيسى صاحب شركه ايسل للتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير على الدرع والتكريم الجميل لبرنامج الجريء امبارح، وبرضه ودي يعني حاجه كبيره، هي صوره الدرع برضو امامنا اهو، جميلة على الهواء، جميله طبعا. وانا بشكرك على الدرع والتكريم الجميل ده طبعا. وبنشكر برضو صندوق مكافحه وعلاج الادمان، كانوا الشباب امبارح معانا زي الورد، كان رسالتهم جميله، احنا حبينا نشارك فيهم لا للادمان، لان احنا بنقدم برضو رساله للمجتمع. بنشكر كل اللي ساعدنا، بنشكر كل اللي واقف جنبنا، بنقول لكل الناس اللي زعلت مننا اللي هم ما يقدروش يشاركوا معانا. انتوا ناس جمال، مين يزعل منكم؟ لا يعني بص يا ريس، انتوا ناس طيبين، مين يزعل؟ ايوه الناس كلها بتحبنا، فعايزه اللي يزعل ده اللي يزعل منكم هو بيزعل نفسه. لا يعني ناس والله كلها. احنا بنخاف نزعل، اي احنا مشاعرنا بنخاف نزعل مشاعر الناس. نعم. احنا بنخاف يعني، احنا بقولها لك زي ما بقول لك، احنا مش داخلين ولا مناصب ولا حاجات سياسيه ولا الكلام ده كله، احنا موجودين لخدمه البلد دي.
احنا موجودين عشان تراب البلد دي، احنا موجودين عشان نأدي رسالتنا. الرسالة دمج ذو القدرات الخاصة داخل المجتمع، عشان لما تذكر أحمد الوحش والله ده شخصية كذا، نعم، محمد سلامة ده شخصية كذا، أستاذ أمان ده شخصية كذا، الناس دي أصحاب طاقة، الناس دي عندها طموح. النهاردة لما طلبوا من معالي اللواء عبد المجيد صقر مش بيعتبروه محافظ، بيعتبروه أب، فهم بيكلموك أب. ممكن ناس كتير قوي تظن مثلا حاجة، لكن احنا مش هدفنا حاجة، احنا مكملين رسالتنا. لو شبر في شبر مكملين رسالتنا، اللي هيمد ايدينا هنقول له ألف شكر، اللي مش هيمد ايدينا هنشكره برضه وهنقول له تعالى معانا لغاية ما يقتنع بينا. ثلاث دقايق على الختام. كلمتك بقى للشباب. لازم إيدك نقول للشباب. لازم نقول للشباب ايدي في ايدك نبني بلدنا. ان شاء الله هي دي اللي احنا عايزين نوصل الصورة الحالية، هم دول شباب السويس الحقيقيين، ومع بعض ان شاء الله نحو الافضل باذن الله. الكلمة الاولى والاخيره بشكر حضرتك في المقام الاول، الله يعزك. بحمد ربنا سبحانه وتعالى على اللي وصلت له، ولكن دي البدايه، لسه الحلم موجود، لسه ما حققناش منه حاجه. ان شاء الله باذن الله بعون ربنا وتوفيقه ودعم الشخصيات المحترمه معنويا قبل ماديا، مكملين لصالح رسالتنا ولصالح محافظتنا ارض الصمود، ارض الكفاح. بشكر معالي اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، هذه الشخصيه المحترمه الجميله اللي طورت السويس حقا، وده مش نفاق. الراجل ده فعلا عمل علامه مميزه. دكتور عبد الله رمضان حدث ولا حرج، شخصيه لولا شغله امبارح وتعبه جه مخصوص عشان ما يزعلناش، جه وفرح معانا بجد وسام شرف على صدورنا. بشكر السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، واقولها وافضل اقولها تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر في رباط ليوم الدين عشان احنا المصريين، احنا المصريين. مصر في رباط ليوم الدين عشان احنا المصريين. وقبل ما انهي لقائي بحب برضو اشكر الناس اللي كانت في اليوم العالمي امبارح لاصحاب القدرات الخاصه بملعب المستقبل بمحافظه السويس، وبرضه بشكر الصديق بالانابه عن الاستاذ احمد الوحش وعن الاستاذ عبد الرحمن، بشكر الصديق الاعلامي محمد حلمي الاعلامي الجميل طبعا صديقي اللي كان قايم بدور جميل امبارح، واشكر المهندس شريف عيسى والساده النواب رئيس حي فيصل، اشكر الحاج رمضان ابو الحسن رئيس الجمعيات الاهليه، بشكر كل الناس اللي حضرت لليوم العالمي. وطبعا ختامي يلي بتتكلم عن هاني وارس، احب اقول لك الله الحارس، واتكلم عليا كمان وكمان في الله المستعان. خليكم معنا في حلقات اخرى، واخر كلامي الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.